السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامج الجمال في القرآن. موعدنا اليوم مع سورة ألم نشرح لك صدرك، سورة الشرح. ولكن في بداية هذه الحلقة دعونا نرحب بضيفنا اللي منورنا، فضيلة الشيخ عبد الله أبو عيشة من علماء الأزهر الشريف. مرحبا فضيلة الشيخ عبد الله. مرحبا بحضرتك يا استاذ عصام، سعداء بحضرتك وبالساده المشاهدين. ربنا يخليك، واحنا اللي سعداء بتشريفك لينا. اول مره التقي مع حضرتك وان شاء الله تكون في مرات عديده باذن الله. اللهم امين يا رب، نسال الله ذلك. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الم نشرح لك صدرك او سوره الشرح. هي طبعا سوره قصيره ولكن اكيد ليها معاني كميله جدا ومناسبه نزول معينه حضرتك هتقول لنا عليها دلوقتي. فاقرا على حضرتك السوره سريعا ونبتدي يعني نشرح الجمال في هذه السوره. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. طب يا شيخ عبد الله، أنا أعلم أنها بين سورتي الضحى والشرح كترتيب مصحفي، أما في الترتيب النزولي أكيد لها مناسبة معينة، فلتتفضل حضرتك أن تشرح لنا مناسبة النزول أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على سيد الأنام ومسك الختام ومصباح الظلام سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سورة الشرح كلها أسرار وعجائب. أول سر أنها وقعت بين سورة الضحى وسورة التين، وترتيبها في المصحف السورة رقم 94 في المصحف. القرآن كله 114 سورة. سورة الشرح رقم 94. هذه السورة لها مناسبة وطيدة الصلة بسورة الضحى، سورة الشرح والضحى لها علاقة بسورة الضحى، لها علاقة وطيدة بسورة الضحى. الإمام النيسابوري في التفسير ذكر قولا عن عطاء وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أن عمر كان يقرأ الضحى والشرح في ركعة واحدة لا يفصل بينهما. يا سلام. ولا ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني كان يصل السورتين، يصل السورتين ببعضهما دون فصل. ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم نشرح لك صدرك. نعم، يعني هي ملتحمة معنى وتلاوة. نعم، وحتى العلماء قالوا في أول افتتاحية سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، كأنها معطوفة على قول الله تبارك وتعالى. نعم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الاستفهام الذي في أول سورة الشرح معطوف على الاستفهام الذي في أول، لأن القرآن كله موصول. أي نعم. مناسبة السورتين ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من تضييق وحصار، أهل السيرة ذكروا لنا ذلك. الحصار الغاشم الذي استمر 3 سنين اضطر فيه النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا أوراق الشجر لتضييق القرشيين عليه، ما يسمونه الآن بالحصار الاقتصادي. حاصروهم اقتصاديا وضيقوا عليهم كل شيء، اضطرهم هذا الأمر إلى أن يأكلوا من أوراق الشجر. وحتى وفي نفس المناسبة تأخر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا خرجت الأبواق القرشية الكافرة. فرصة اللي عايزه تشمت وعايزه تظهر بقى مساوئ الاسلام، ولك فين الوحي ما بينزلش ليه ويتريقوا. اي نعم. سخريه. فكان من اول ما قالوا ان رب محمد قد قلاه، اي تركه. فنزلت سوره الضحى لترد على هؤلاء. ما ودعك ربك وما قال. والعجيب في كل ما اوذي به النبي صلى الله عليه وسلم كلاميا. نعم. كان الله هو الذي يتولى الرد. الله. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لان ابا لهب سب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ينزل فيه قرآن. الله رد عليه بنفسه. الله جل وعلا. نعم. هنا في سوره الضحى ان رب محمد قد قلاه، فرد الله عز وجل بقوله ما ودعك ربك وما قال. وتنزل سوره الشرح لتثبيت فؤاد النبي
صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حتى لا يضيق ذرعا بما يسمع ولا يضيق ذرعا بما يتعرض له من فتن ومؤامرات ودسائس داخلية وخارجية. نعم. وكلما اشتدت الأزمة برسول الله جاءت المنحة بعد المحنة. نعم. في مثلا قبل الإسراء والمعراج تتوفى خديجة وعمها أبو طالب، فتأتي التسرية من الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. نعم. أسرى من الإسراء والتسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لها عدة معاني. أي نعم. فألم نشرح لك صدرك، مرتبطة بالضحى ارتباطا وثيقا يعني. نعم. هو السورتان. نعم. السورتان لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه على الحق. وما المقصود بشرح الصدر هنا؟ هل مجرد انكشاف الغمة فقط أم ما هو المقصود بشرح الصدر؟ طب دعنا نبدأ من البداية بقى. ما هي ألم نشرح البداية. نعم. ألم نشرح لك صدر. نعم. ألم عند علماء اللغة استفهام. نعم. الهمزة للاستفهام ولم للنفي. لم. لم يأتي محمد للنفي. تفضل حضرتك. فالهمزة الاستفهام الذي يفيد الإنكار. هو استفهام مجازي تقريبا. انا جاي لحضرتك. الهمزه تفيد الاستفهام. تفيد الاستفهام والنفي في ان واحد يعني. ولم تفيد النفي. وعلماء اللغه يقولون ان نفي النفي اثبات. نعم نعم. يعني كان الله عز وجل يريد ان يقول قد شرحنا لك صدره، ويذكره يقول له الم نشرح لك صدره. معنى الاستفهام هنا بقى الغرض منه، وفي استفهام انكاري وتقريري وتوبيخي ومجازي. المعنى هنا استفهام للتذكير والتنبيه. يعني تذكر يا محمد، اثبت على ما انت عليه من الحق. نعم. وتذكر اننا اعطيناك الوسائل المساعده للثبات على هذا الحق. من الوسائل المساعده شرح الصدر. ده وسائل جميله. وهل هل الناس العاديه ممكن يعني يكون ليهم هذه المنة شرح الصدر؟ ممكن. ده شرح الصدر ده أول وسيلة كان سيدنا موسى عليه السلام طلبها من الله تبارك وتعالى. يعني ممكن نطلبها احنا كمان. قال الله عز وجل: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماذا كان الرد من الله تبارك وتعالى أو من موسى عليه السلام على الله؟ قال رب اشرح لي صدر. أول أمنية. نعم. قبل الأدوات والأسلحة والعتاد والجيوش، لا، يقول له: نعم. لا، اشرح لي صدر. فعلا. قال رب اشرح لي صدري. السؤال هنا لموسى عليه السلام. نعم. لماذا طلبت أو سألت الله شرح الصدر؟ برضو كل شيء بيقودنا. لم يطلب القوة مثلا. القوة. شرح الصدر هو يعلم أنه ستتعرض له جحافل الكفر بكل ما أوتيت. صحيح. القوة. صحيح. هو يدعوهم إلى الله، سيهاجمونه ويفتنونه، محاولة الفتنة في الدين. والسب والقذف والتشهير كما يصنع الآن بالدعاء بأهل الحق. موسى عليه السلام إذا شرح صدره تحمل وعلم أنه سيلقى ذلك وسيصبر عليه، لأنه يبغي الأجر عند الله تبارك وتعالى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الاتنين دول هنعوزهم دلوقتي معانا أكيد في الشرح. نعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ذلك بدون مسألة. الجميل في الشرح بقى. نعم. الجميل في سورة الشرح. سورة الشرح فعلا دي حقيقة. ان النبي اوتي الاثنتين معا بدون مسألة. تمام. موسى وده بقى في كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمة الله عليه. عقد مقارنة بين مكانة رسول الله وبين مكانة الانبياء عند الله. يقول: اذا كان موسى عليه السلام سأل ربه شرح الصدر وتيسير الامر، فان النبي اعطيهما بدون مسألة. دون مسألة. اشرح لي صدري ويسر لي امري. الله يمن على رسوله بهاتين معا، فيقول: ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. وبعدين في نفس السورة: فإن مع العسر يسرا. هيجي ليها طبعا، لأن دي أسمع ما بين يعني. شرح الصدر والتيسير. أي نعم. ولكن مرورا بالآية اللي بعدها يقول المولى عز وجل: ووضعنا عنك وزرك. وقفة بسيطة، لأن لنا أعرفه برضو شرح الصدر قبل ما نعديها. في حاجة في شرح الصدر. أكيد. تفضل. أكيد. ألم نشرح لك صدر. الله عز وجل لم يقل ألم نوسع لك صدر. لأن التوسعة قد تكون حسية فحسب. حسية بس، واحد وسع حاجة بعدها عن بعضها فرقها. لكن نعم. معنى الشرح أن يتسع حسيا ومعنويا. طب إزاي؟ ما هو واحد صدره عريض قد كده. لكن إذا أوذي بكلمة سخط وغضب وهاج وماج. لكن المؤمن قد يكون رفيعا نحيفا ويؤذى في سبيل الله تبارك وتعالى ويتحمل. ويقول عند الله الثواب. نعم. ويتسع صدره. أي نعم جدا. ولذلك آيات كثيرة. نعم. الله نعم. يأمر نبيه بقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله.
نعم دي حقيقة. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. كل هذه آيات تسري عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت فؤاده. نعم. تفضل استاذ. الله يكرمك. هنتكلم عن الوزر هنا. يعني انا شايف كلمه وزرك يعني نعم. ليس لها شرح. يعني الايه نعم. قالت ووضعنا عنك وزرك. هل الوزر ووضعنا عنك وزرك نعم. الوزر هل هنا هو الوزر الذي نعلمه في اللغه؟ الوزر هل هو الذنب ام نعم. الحمل؟ نعم. ما معنى الوزر هنا ووضعنا عنك وزرك؟ بارك الله فيك. اسئله حضرتك في الصميم يعني. ما هي لازم تكون في الصميم. ما انا قدام برضه عالم من العلماء. الله يفتح الله لك. الله يكرمك. طب ناخد من اول ووضعنا. ماشي. الواو للعطف طبعا معروفه عند البسطاء حتى. ماشي. ووضعنا ما معنى الوضع وما الفرق بينه وبين الحط وبين الترك؟ الحط والترك. تقول وضعت عنك الشيء وحططت عنك الشيء. ما الفرق؟ الحط قد يكون بالإكراه. صحيح. والوضع بكامل الإرادة وبكامل الطواعية. وضعنا والمقصود منه الخير. نعم. والفعل الماضي حينما يضاف لنا التي تفيد العظمة ووضعنا ولم يكن ووضعت. نعم. حينما تسمع أو يسمع لفظ ووضعنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيظل النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. سيظل في نعيم دائم فلا ييأس ولا يخاف من ذنب مضى مثلا. وهنقول يعني نعم إيه ذنب نعم. دلوقتي ووضعنا تقول ووضعت عنك ووضعت عليك. وضعت عنك ووضعت عليك. أي نعم. وضعت عنك يعني حملت عنك. كنت أنت تحمل شيئا فحملته عنك تخفيفا يعني. ووضعت عليك يعني وضعته عليك. زودت عليك الهم أو نعم. الحمل. النبي الله عز وجل حينما يضع الذنب عن رسوله ووضعنا عنك وزرك. العلماء قالوا وضع عنه أي حفظه ابتداء من الوقوع في الذنب. كما تقول لإنسان مثلا أنا كفيتك مؤنة هذا الأمر. لا جميلة دي بالراحة كده عليها عشان ده معنى عميق. أي نعم. يعني وضعنا عنك وزرك. وضعناه يعني عنك. لم قد يكون لم يكن الوزر موجود أصلا نعم. وحجبناه عنك مثلا. كفيناك مؤنتك. جميل. ونرجع لسورة يوسف كله بيربط ببعض أهو. طبعا القرآن موصول. لما الله عز وجل يقول في شأن يوسف عليه السلام. عليه السلام. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. نعم. شوف بقى كذلك إيه؟ لنصرف عنه ولم يكن لنصرفه عن صرف الله. عنه الذنب. نعم. أيصرف الذنب عن يوسف ولا يصرف عن سيد الخلق؟ يا سلام صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك. إذن وضح المعنى هنا. اتضح المعنى أن الوضع هنا يعني حجب. حجب النبي عن اسباب الذنب. عصمه. صحيح. يعني اصل استحاله يعني يكون وزر بمعنى الذنب. انه في شبابه قبل البعثه صلى الله عليه وسلم هم ان يذهب الى عرس من الاعراس ليرى ما يراه الناس ويسمعه الناس. نعم. فيضرب الله النوم على اذنيه. خد بالك من اذنيه. دي برضه نروح للكهف. ضربنا على اذانهم في الكهف سنين عدد. اذانه. علاقه الاذان بالسنين ايه؟ نعم. يعني علاقه الاذان بالوقت عموما. بالوقت ولا بالنوم؟ بالنوم مثلا. بالنوم. علميا هو المفروض العين مثلا. ما نقولش العين. اي نعم انا مع حضرتك. علميا اثبتوا دي قواعد علميه ونظريات يعني واضحه جدا اليومين دول ان اول ما يضرب على الانسان في ساعه النوم على الاذن وليس على العين. أول ما يضرب يضرب بالنوم بمعنى بسنة النوم. أول ما يشعر الإنسان بالنوم. نعم. أول جارحة بتستجيب للنوم الأذنين أو الأذنان. فإذا ما ضرب على الأذنين نام الإنسان. يا سلام. نام الإنسان. ولذلك ترى إنسانا يفتح عينيه وهو نائم. وهو نائم فتح عينه ومش شايف حاجة. مش شايف حاجة ليه. ضرب على أذنين. هنا بقى ضرب الله عز وجل على رسوله النوم فلم يرى ما يراه الناس ولم يسمع ما يسمعه الناس. حتى لا يشترك معهم في أدران الجاهلية وآثامها وأوزارها. هذا قبل البعثة. أيتصور أن يعصي رسول الله ربه بعد البعثة؟ سبحان الله. يعني إذا كان قبل البعثة حاشا لله. نعم. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر هنا الوزر هنا يعني بالتحديد عرفنا أنه طبعا يصرف عنه الأوزار. دي نقطة. ده تفسير أو وجه أول. الوجه الثاني الوزر فسره بعض أهل العلم بالثقل أو الحمل أو الثقيل. نعم. طب هل كان النبي يحمل أحمالا ثقالا؟ نعم. اسمع إلى الله وهو يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثقيلا في تعاهده وتلاوته. قولا ثقيلا في تطبيقه.
ثقيلا في الصبر على تطبيق. امر شديد كلام ربنا لازم يكون شديد جدا، ثقيل ثقيل، مش من ثقل القلب ولكن ثقل التنفيذ خالص نهائيا، مهمه شديده. اي نعم اي نعم. اي نعم. طيب انقض ظهرك هنا يمكن يعني تميل الى تفسير كلمه الوزر بانه الحمل، لانه قال الذي انقض ظهره. اي نعم. لان ما فيش ذنب يعني الوزر قال او معنى الحمل الواحد بيشيل على ظهره. يبقى هنا وضعنا عنك وزرك او الحمل او الهم الثقيل. اي نعم. الذي انقض ظهرك. حكمه يعني لفظ الظهر. نعم. هنا في هذه الايه الظهر هو ما يتحمل عليه الانسان كل مشقه. نعم. يقول فلان ده ذراع الايمن وفلان ده ظهري. ظهر يعني حمايتي. اذا اراد انسان ان يحمي انسانا وقف خلف ظهري. قول له انا في ظهرك ما تخافش انا معاك في ظهرك، يعني وقايه وحمايه. صحيح. ولذلك في غزوه احد يامر النبي الصحابه ان يقفوا خلف ظهورهم. مش قبالتهم قدامهم، لا ده ورا خلف ظهرهم قدامهم احنا شايفين الانسان يؤتى من حد بيشوف من ظهره. اي نعم. عايز حد يحميه. اي نعم. نعم. احسن. نعم. نعم. فيؤتى الانسان من ظهره. نعم. لانه لا يرى في الخلف. صحيح. محتاج حمايه من الظهر. حمايه. الذي انقض ظهرك، الظهر كنايه عن ما يتحمله الانسان من تعب ومشقات. ورفعنا ورفعنا حاجه جميله جدا. ورفعنا ده موضوع كبير بقى. يعني رفع الذكر يعني رفعه. نعم. ويعني بيضع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانه عليه الى يوم الدين. نعم. نعم. فكيف رفع الله عز وجل ذكر النبي؟ اولا النبي رفع ورفع ذكره. كيف؟ معنى شخص مرفوع وذكره مرفوع. نعم. رفع النبي الى مكان لم يصله نبي من الانبياء. نعم. رحله المعراج اكبر شاهد على ذلك. صحيح. تفوق وعدا، تعدى ابراهيم وتخطى موسى وعيسى، تخطى كل الانبياء. نعم. الى مكان لا يصل اليه بشر. نعم. تمام. لمكان لا يصل اليه رفعه فعلا برضه. فدي رفعه القدر، رفعه المكانه اولا، المكانه والمنزله. ورفعه ده رفعه مكان. نعم. وفي نفس الوقت رفعه مكانه ومنزله. نعم. رفعه مكانه عندما يؤخذ العهد على كل الانبياء ان اذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ان يؤمنوا به. نعم. واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. نعم. رفعة مكانة. نعم. ومنزلة. نعم. رفعة الذكر. الذكر. نعم. رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حيث شهد بفضله كل الأنبياء في كتبهم السابقة. نعم. أنزل الله عليهم الكتب وفيها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. صحيح. والإنجيل. نعم. أقر بذلك من أقر وأنكر ذلك من أنكر. ولا يضرون من أنكر. أي نعم. هي ثابتة. هي ثابتة. الكتب الصحيحة. نعم. التي لم تصل إليها أيدي التحريف. إذن هي رفعة ذكر. أي نعم. أي نعم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. اسمه أحمد. فرفعة الذكر. رفعة الذكر أن يذكر اسم النبي مع اسم ربه في كل صلاة. الله. وفي كل أذان. الأذان. في كل أذان، في كل صلاة، في التشهد. الله. في التلبية. صحيح. يذكر النبي في كل شيء صلى الله عليه وسلم. ولن ندخل الجنة إلا إذا شهدنا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصدق حسان بن ثابت رضي الله عنه. نعم. حينما كان يقول وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ذو العرش محمود وهذا محمد. وهذا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، من قالها بصدق ومات عليها دخل الجنة. سبحان الله. يعني وهي من قواعد الإسلام. يعني أي نعم. واحد لا يصح إسلامه إلا بقول لا إله إلا الله الأصيل. محمد رسول الله. أي نعم. مجرد أي نعم. ذكر اسم محمد ركن من أركان الإسلام. بل هو بل ذكر اسم النبي ذكر لاسم الله تبارك وتعالى. نعم. ما انت مش هتقول محمد وتسكت. صحيح. دول محمد رسول الله. رسول الله. رفعت ذكر فعلا ازاي؟ الحقيقة. خدنا كام حسنة بقى في القرآن ان شاء الله. بكل حرف حسن. صحيح. صحيح. والحسنة بعشرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد الرسول. عد الحروف بقى وشوف كام حسن. الله. محمد رسول الله. نعم. نعم. ما شاء الله. فلا يذكر اسم النبي إلا إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى. اي نعم. هل يصح للانسان العادي ان يطلب من الله ان يرفع ذكره؟ اي نعم. ازاي؟ يعني هل يحق لي ان اطلب من الله ان يرفع ذكري؟ اي نعم. الانسان المؤمن يسعى دائما للرفعه في الدنيا والاخره.
أنت في كل صلاة تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى إيه؟ وعلى عباد الله الصالحين. فين هم عباد الله الصالحين دول؟ في درجات عليه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. تفضل حضرتك. ربنا لما أثنى على الأنبياء قال ورفعناه مكانا عليا، في سورة مريم. نعم. سيدنا إدريس وسيدنا عيسى بل رفعه الله إليه. فالرفعة قد تكون رفعة مكان ورفعت مكان. نعم. فالإنسان يسأل ربه الرفعة في الدنيا والآخرة. الرفعة في الدنيا ليس معناها الكبرياء والاستعلاء. لا، نعم نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. هي القصد يعني مترتب على النية، نية الإنسان. هل تريد رفعة البهرجة والسلطنة والزعامة الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، أم تريد الرفعة الحقيقية أن يجعلك الله في عينك صغيرا وفي أعين الناس كبيرا؟ هذه رفعة عظيمة جدا. صحيح صحيح. نعم. ثم وأحب الناس إلى الله التقي الخفي. نعم نعم. التقي الخفي، أما في الدنيا مشهور. ملائكة تعرف اسمه، والله يعرف اسمه، وأهل السماوات يعرفون اسمه، بدليل حديث جبريل عليه السلام. إن الله إذا أحب فلانا نادى في جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا. رفعة فأحب فيحبه جبريل. نعم. ثم ينادي في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. الله. ثم ينادي في أهل الأرض، يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض. تراك يراك الناس. الله جميل. يراك أحد الناس فيقول والله أنا بحبك لله في لله. ما عرفكش قبل كده. لا، أسرار بقى. رفعة. أي نعم. ورفعنا لك ما شاء الله. أي نعم. جزاك الله خير. جزاكم الله. طيب هندخل على الآية بعدها، بس قبل ما ندخل على الآية يعني استفسار بسيط. أنا أعرف أن الإنسان لا يجمع ما بين حالتين أبدا. أي نعم. يعني إما أن أكون سعيد، إما أن أكون حزين، إما أن أكون معافى بدنيا، إما مريض. فلا يصح أبدا أن تسأل إنسان حالك إيه يقول لك أنا مريض وسليم في نفس الوقت، أنا سعيد وحزين في نفس الوقت. مستحيل. مفيش خلط بين المشاعر أو بين الحالات بصفة عامة. نعم. ففي الآية الكريمة يقول الله عز وجل فإن مع العسر. نعم. يسر. وهذا نقيض، يعني عكس النقيض تماما. فكيف يجمع العسر مع اليسر؟ أي نعم. والجمال في هذه الآية الكريمة. جزاك الله خير. الله يكرم. هناك آية كريمة الأستاذ عصام لمح جدا يا جماعة، فما شاء الله لا ده ما يفتح لنا أبوابا طيبة. العبد الفقير. أكرمك الله. أكرمك الله. نجمع بين آي القرآن في موضوع العسر واليسر. نعم. نذهب إلى سورة الطلاق وسورة الشرح، وبرضو في رباط معنوي أستطيع أن نربط بين السورتين. في سورة الطلاق يقول الله تبارك وتعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم. ركزوا مع الألفاظ جيدا. سيجعل الله بعد عسر عسر نكرة ويسرا نكرة. بس بعد. بعد. نعم. نعم. بعد عسر. هنا معنا في سورة الشرح فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تأكيد. نرى من لا يعلمون شيئا عن الدين وقد كثروا في زماننا وكثرت مهاترتهم. ممن لا يعلمون شيئا حتى عن أساسيات اللغة، يقول لك ده القرآن بيكرر آيات، تكرار ملوش لازمة، احذف آية وخلي آية. ما انت مش فاهم حضرتك. اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن خلينا نقول سورة الطلاق سيجعل الله بعد عسر يسر. طب ليه قال هناك بعد؟ قال بعد لأنها حال الطلاق، رجل طلق امرأته بالفعل حدث الطلاق. نعم نعم. حدث. لكن المرتقب معانا في سورة الشرح مرتقب التعسير والحزن، فيثبت الله النبي يقول له لا، فإن مع العسر يسرا هنا لا يجتمع الحالان في وقت واحد. إنما الذي قضى العسر قضى معه اليسر. تهوين بيهون. الذي كتب العسرة كتب معه الايه؟ معه اليسر. نازلين مع بعض. سبحان الله. لكن المسألة مسألة وقت. ولكنكم قوم تستعجلون. طب العسر النهاردة. العسر في المادة، العسر في معاملة الناس. ضيق. في النهاية تجد الله تبارك وتعالى يفرج، ولكن مسألة وقت وصبر يعني. لكن الاثنين قضي الأمر فيهم يعني. قضي الأمر. نعم. طيب سريعا عشان فضل دقيقة. فإذا فرغت فانصب. راحة من الوقت. الوقت الجميل بقى. راحة من الوقت. الوقت بيجري. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما معنى فانصب؟ نعم. وما معنى فارغب؟ فإذا فرغت أولا، فإذا فرغت يا أيها النبي، فرغت يعني انتهيت. نعم. الفراغ من الشيء الانتهاء منه. تمام. فرغت العلماء فسروها بأقوال كثيرة طبعا. منها الفراغ من الصلاة، انتبه لأمور الدنيا. حلو. إذا فرغت من الجهاد فانتبه لأمور الدعوة. إذا فرغت فانصب. انصب يعني اتعب. فالمؤمن لا يفرغ. المؤمن ليس عنده وقت فراغ.
إنما إذا فرغ شيئا ما يستطيع أن يشغل وقته بما يرضي الله تبارك وتعالى. وفي النهاية تجد الله تبارك وتعالى يشغل المؤمن بما يرضيه. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم عسر أتى من بعد يسر ففرج كربة القلب الشجي. إذا نابت بك الخطوب يوما فثق بالله الواحد الأحد العلي. فكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. نعم، سورة الشرح مليئة بالأسرار والعبر، مليئة فعلا. أي نعم. ولكن يعني لسه لا خلاص، هو يعني يعتبر في النهاية بس يعني وإلى ربك فارغب. بما الرغبة إلى الله تبارك وتعالى، الجنوح إليه وإلى طاعته. الجنوح إليه، لأن بعضنا حينما يفرغ يجنح إلى أي شيء تهواه نفسه، يقوم يروح للكرة شوية، للمسلسلات شوية، لتضيع الوقت شوية. عندي وقت فراغ بسليه، وخصوصا رمضان عايز تسليه بقى في جانب الله. في ناس بتسلي وقتها بقى في كلام فارغ، في كلام يضيعون الوقت. الوصية إن الواحد لو عنده فراغ يقضيه في جانب الله، يرغب إلى الله تبارك وتعالى. ما الذي يعجزك؟ ما الذي يعجزك أن تسبح الله تبارك وتعالى 100 تسبيح؟ من قال الله سبحان الله وبحمده 100 مرة 100 مرة غفرت الذنوب وان كانت مثل زبد البحر. عموما احنا بنشكرك. نعم، جزاك الله خيرا. انا مش عايز اقطع كلامك، كلامك جميل وشيق، ولكن ان شاء الله يكون لقاءات اخرى. وفي النهايه طار منا الوقت، وجزاكم الله خيرا. وجزاكم الله خيرا، وبنشكرك فضيله الشيخ عبد الله، شكرا جزيلا. اشكركم الله، جزاكم الله عنا خير. وجزاك مساء. وسعدت بحضرتك وبالساده المشاهدين. سعدنا بحضرتك، واسال الله ان يجمعنا دائما على خير. وجزاكم الله خير. شكرا، بارك الله فيكم. شكرا، جزاك الله خير. مشاهدينا الكرام، وكده نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج الجمال في القران، وكنا بنتكلم عن الجمال في سوره الشرح. ولا يسعنا إلا أن نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد الله أبو عيشة من علماء الأزهر الشريف، ونقول لكم: ولست أدعو سوى الرحمن يحفظكم، يا خير من سكنوا في القلب إخوانا، طبتم فطابت بكل الود صحبتكم، حتى جزيتم من الرحمن رضوانا، أدعو الإله لكم دوما ليكرمكم، في السر عفوا وفي الإعلان غفرانا، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.